يعني كل من يطالع كتب الجزء الثاني يقول الله تعالى عليه وعلى الله درجاته يفهم انه لا يسمي الحرب الدفاعيه صرفا، والا لكان النبي الاعظم صلى الله عليه وعلى اله جرت بينه وبين المشركين ومناوئين الاسلام عشرات الحروب ما بين غزوه وحرب ومعركه مصيريه. وكان النبي صلى الله عليه واله يسمى عنيفا والعياذ بالله عامرا بالعنف. لا ليس الامر هكذا، لان كل تلك الحروب كانت في الواقع حروبا دفاعيه، اما انه يبدا العدو بالهجوم واما ان يكون محضرا للهجوم فيستبق النبي صلى الله عليه واله بما يسمى الحرب الاستباقيه. والحرب الاستباقيه حرب دفاعيه حتى في عرف اهل عالم المسك. فاذا ما يكون فيه دفاعا لا يكون عنفا. وامامنا صاحب الزمان الموعود صلوات الله وسلامه عليه انما يسير بسيره جده صلى الله عليه واله، وكل تلك الروايات التي تتحدث عن خروجه بالسيف هي كتلك الاخبارات التي وردت في الكتب المقدسه السابقه ان هنالك نبي سيظهر في جزيره العرب وسيخرج بالسيف. ليس معنى ذلك ان النبي هو يبدا بالقتال، لم يبدا نبينا بالقتال صلى الله عليه واله. كذلك ولينا وامامنا عليه الصلاه والسلام حفيد محمد صلى الله عليه واله حينما يظهر لن يبدا القوم بالقتال. كل ما هنالك ان الامام المهدي عليه السلام ياتي يعلن نفسه، يعلن عن نفسه لانه النبي علي محمد، ويطلب من الامه ان تبايعه، يعلن ذلك بين الركن والمقام. والذي يحصل ان السلطات الحاكمه في بلادنا تعلن عليه الحرب، فيضطر حين ذاك الى ان يجابه تلك السلطات بالحرب كذلك، دفع عن نفسه وعن جماعه المؤمنين ولتمكين والتمكن من إقامة دولة الله العادلة على الأرض. هذا فحسب، فلا تناقض هنا ولا مخالفة لمبدأ الله. على أنه ينبغي التنبيه كذلك على مسألة، أنه بعض من تلك الروايات التي تبالغ، هذه مسألة الدولة التي تبالغ في تصوير الحركة المهدوية لأنها حركة دموية، مثل الرواية التي إحدى الروايات موجودة أنه يبطل بطون الحضارة، يعني بطون الحضارة مثلا. هذه الروايات يعني واضح أنها مردودة وليس في مقبولة، وإذا تتبعنا أسنادها مثلا كما نبه عليه سيدنا المرجم دام ظله نجد فيها الوداعين والمناوئين لأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نبه على ذلك سيدنا المرجم في إحدى بحوث الخارج على ما يبالي، وطبع ذلك يعني طبع ما أفاده دام ظله وطبع ذلك في كتبنا وفي كراسات وانتشر وصارت عليه العلم ردود في الحوزه العلميه في القمه المقدسه، وقرات على تلك الردود، وقرات كذلك رد مكتبي سماحتي على تلك الردود، الى ان استقر الامر نتيجه كل طبعا بصحه وجهه نظر سماحه السيد المرجع في هذه المساله. هذه الروايات واضح انها يعني لا تنسجم اصلا مع سيرتي الرحمة النبوية والمعصومية التي تحلى بها أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. علينا نلاحظ ذلك أن بعض هذه الروايات روايات مردودة وساقطة عن الاعتبار، وإنما نلاحظ أن الروايات الأخرى التي تشير إلى خروجه بالسيف ومقاتلته لجيوش وعرش هذه كلها حروبه على ما كانت عليه حروب رسول الله صلى الله عليه واله، وكلها كانت حروب دفاعيه لا هجوميه.